ده فعلا ابتدينا نحس بالمردود بتاعه كاستثمار اجنبي داخل مصر. النهارده الصناديق العقاريه النهارده مفيد، بص بقت فيه مشروع قائمه، الريسك بالنسبه له قل. النهارده بقى بيخش مشروع جاهز، النهارده لو دخل فيه وعمل فيه اي استثمارات او انفستمنت هيبتدي يبيع فيه ويبتدي يشتغل منه ويجيله مردود فيه، وده بالنسبه له عائد كبير جدا ومكسب كبير، لانه الاول كان بيحط بعض الاستثمارات وبيستنى سنه 2-3 عقبال لما تيجي العوائد، لكن النهارده يقدر يخش والعوائد تيجي على طول، وده طبعا بالنسبه للصناديق العقاريه احسن حاجه. لما خدنا جوله في المعرض لقينا ان المشروعات اللي هم عاملين حواليها معرض كبير وعاملين عليها ماركتنج كتير مشروع متوسط بالنسبه لنا، احنا عاملين مشاريع اكبر من كده بكتير. لما كان الزياره بتاعه الوفود الاجنبيه لمصر وانا شفت حضرتك بتتكلم معاهم بمنتهى الحماس وبتشرح لهم، هم كان مردودهم ايه؟ مفاجئين بحجم التطوير والتنميه اللي بتحصل، ما كانوش متخيلين هذا الحجم. يمكن سمعوا بعض الماء او حاجه، لكن لما شافوا على الطبيعه، مش بس عندنا احنا يعني كجايين من وزاره الاسكان، لكن مع كل المطورين، خلي على حضرتك المطورين الموجودين يكونوا اكبر مطورين في حجم مشروعاتهم الصغيره، والناس كلها بتيجي تخش بتشوف حجم مشروع، يعني مشروع عند اي مطور ممكن يكون مدينه جديده في اي دوله اخرى. فالنهارده طبعا الناس كلها الحمد لله قدرنا نحط مصر في وضع يعني مكانها ووضعها الحقيقي، شافوا حجم التطوير وحجم التنميه. وكم انا بقول دايما احنا في مصر وهيئه مجتمعات، اعتقد احنا اكبر مطور في العالم.